بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى يعني الناس اللي تيشوفوا هذا الفيديو يكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، وشكرا على الاهتمام ديالكم وعلى الكلام الزوين اللي تتقولوا في حقي، واللي تيقول حتى الكلام الخايب ماشي مشكل، الله يهديكم. وتنتم تنتمنى لكم عواشر مبروكة وكل عام انتم بخير. فين كاين الإيجابي كاين السلبي. الحمد لله والشكر لله على كل حال. بسم الله نتوكل على الله ونقول لكم هذه الوصفة ديال النهار الأخر ديال شعبان، اللي وصلاته يديرها، اللي ما وصلاتوش يديرها في أيام أخرى. المهم هذه الوصفة راهي توسخة وحمية للبنيات، وأنا معاكم. الله يسهل على كل بنية وينور طريقكم الأولاد والبنات اللي بغاو الخير ليا، وجانا تنبغي لهم الخير، وتا اللي بغى ليا الشر وعايرني ماشي مشكل، الدنيا هانية. المهم أنا تنحبكم وتنبغيكم وكلكم بحال ولادي. كل الله اللي تيعلم ما في القلوب، والله اللي تيعلم ما في الأنفس. حتى واحد ما تيحدد هذا خيب وهذا مزيان الا الله سبحانه وتعالى، والمعامله الطيبه مع الناس. اما باش ندخلوا نعاير وداكشي، تنقول لكم الله يهديكم والله يرد بيكم. اول حاجه غادي نديرو، غادي نعطيكم هذه الوصفه ان شاء الله بحول الله تعالى. هي زوينه للبنيات ومزينه للولاد، المهم هي حميه وتفسيخه ان شاء الله بحول الله تعالى وبركاته. اول وصفه لينا اخر شعبان، ولا الا فات شعبان وبغى يديرها من موران لا يديرها عادي. المهم هذه الوصفه هديه مني لاخر شعبان، فيها قبول وفيها هي ما فيها لا قران لا والو، فيها عشوب وفيها انا نوريكم توسيخه بالكسكاس. المهم هذا العرعر الورد زوين. عندك السانوج، وعندك الخزامة، أي خزامة، الزرقاء ولا العادية، شوية الحلبة البلدية ولا الرومية عادي، قرعة الورد، قرعة المزهر. نتوكلوا على الله بحول الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحل عقدة في من لساننا يفقه قولنا. بسم الله. هالكسكاس غادي نشد هاد الوصفة ان شاء الله، غادي تمشيو معايا للكسكاس. هالكسكاس غادي نلوحو العرعار، نلوحو الورد، لوحو الخزامة، لوحو السانوج، لوحو الحلبة. بسم الله نحطو الكسكاس ونديرو حاجة من الملابس ديالنا، بحال الولد اللي ما عندوش قبول في العمل، ولا ما عندوش ما تتيسرش ليه العمل، او البنت اللي ما تتيسرش ليها العمل، او المهم هذه مزيانه ليه يديرها ولا ديرها، يديرها على اساس انها توسخه وحميه باش يفتحوا ليه الله، يفتح ليه الله الابواب. من يطلع التوسخه المهم ندير حاجه من حويجو، اما حاجه من الملابس الداخليه، تكون كاع الاسره كامله الملابس الداخليه، وحيت ما مقري عليها لا قران لا والو. المهم غادي ديري هاد سميتو، غادي ديرو هاد الملابس وتغطيهم. من تطلع الفوره غادي نشد قرعه، طلع الفوره باش نزينو ليه محبته مع الناس وداكشي. قرعه المورد، قرعه المزهر، غادي دابا ها هو طلع الفور، غادي نخويه على هاد الملابس مع الورد.
حيت باش يتحيد داك العرق ديالو والحاجه اللي معسره ليه، تهود لتحت مع العشوب، ودوك العشوب غنلوحوهم في شي بلاصه فيها الورد او الزهر او محبق، او لان ما مقروءش عليها القران غادي نخوه هذاك الشيء يمشي بحاله، النحس والحسد والعين كلشي يمشي مع العرعار و العرعار والورد وخزامة والحلبة والسانوج، يطلع هذا الشيء. حنا تنديروا الاسباب، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يدير على خاطره هو تيدخل لعير وينادك سوقك اخويا هذاك ولا اختك هذيك، ما تدخلوش لقناتي انا وما تعمروش عندي كاع انايا، قناتي ندير فيها اللي بغيت وانا حره وتنساعد الناس. كاين الناس تنديروا هذا الشيء العادي في دارنا، حتى حنا مسلمين ونذكروا الله ونصليوا ونصدقوا ونهديوا، ولكن نبغيو نديروا السبب ونفرحوا الناس. وعلاش لا؟ كاين ما يربح ما يخلي للناس اللي يربحوا، علاش داخله عيري؟ الا كنتي متقي الله ولا متقي انت الله، ما تدخلش كاع انت للقناه، علاش تصدع راسك كاع وتخليش الناس يخدموا على ريوسهم ويسبوا ويشوفوا؟ واش حنا تنكتبوا الشمع ولا تنضربوا اللون ولا تنكتبوا كتابه ولا تنجموا؟ حنا راه اسباب ديال الحوايج ديال والدينا القدام تنخدموا بهم دابا. الله يخليكم بلا اجعاز، اللي بغى يدخل، واش يدخل ما يدخلش. انا المشكل ما تنقراش لي كومونتير، انت نشوف هذوك تنمحيها تنبلوكيك عادي جدا، ما نخسر لك والو، باش نصدع راسي معاك؟ حيت انا عارفه راسي ماشي مشركه وبخير وعلى خير وايماني بالله قوي، وعلاش غنصدع راسي معاك؟ الله يهديكم. هادشي اللي غنقول لكم، خليو الناس يستافدوا، خليو الناس يزيدوا لقدام. علاش نتوما فيكم هاد الحاله وهاد المشاكل وهاد الشيء؟ تنتمنى لكم الهدايه، وانا الحمد لله مهديه ومؤمنه مع الله، ومادام داخله لهذا الباب وربي سخروا ليا، سخر ليا ما في السماوات وما في الارض، وسخر ليا الناس اللي دخلوا عندي وكانوا رحبوا بيا وفي قلوبهم حبوني. اذا ما كاين علاش نخسروا بعضياتنا ونبقاو نعايروا بعضياتنا، لان الكلمه اللي غتقولها خايبه قولها مزيانه، غتستافد منها او تستافدي منها حتى في حياتك. اما الايمان في الله سبحانه وتعالى، والشرك ديالو بوحدو، هذوك تنحرفوا دين، ما تنحرفوا قران، ما تنحرفوا ايات، حنا تنديروها الفعل. انا امراه ديال الفعل فقط، اللي عجبو اللي ما عجبوش ما يدخلش القناه، وقناتي ندير فيها اللي بغيتي، وانا مع الناس اللي تيحبوني تنشكرهم. المهم سمحوا لي على الاطاله، دخلت هذا حيت انا راه ما نتقلقش على هذا الشيء، عادي جدا، ولكن هما الله يهديهم اللي تيحبوني. تنشكركم وتنبغيكم حتى انايا، وانا معاكم اللي كاينه غادي نوجدها لكم ان شاء الله. الكسكاس باقي بالتيكيته ديالو جديد، ها هو طلعت فوره، حنا خوينا عليها المزهر، وغادي نعطي وصف هذه. وهذا الماء نلوحوه في شي جرده مره الاخر ديال شهر عربي، مزيانه ديروها، ولا فاتكم هذا النهار ديروها في الاخر ديال شهر رمضان ليل 27، ديروا هذه وتفكروني، غتكون عندكم حميه وتفسيخه ان شاء الله. وتنحبكم، علاش نزلت لكم هذه؟ غادي نعطيكم وصفه اخرى، الناس اللي طلبوني عند الناس اللي عندهم صالونات، اختي او خويا او اختي اللي عندهم صالونات، عندي الداد غتشريه نهار الخميس. هاد الداد والو ديري حتى في رمضان ماشي مشكله، الداد تنديروه على حيد الطاقه السلبيه وحيد الدبان وحيد داك، وتنديروه حتى يجلب الزبائن ويكثر لك الزبائن، ويكون تكون عندك الحميه في الصالون. المهم القراءه ديالو هي الداد ديال الهداد جيب الرزق من كل بلاد. المهم هذه مني الناس اللي عندهم صالونات يديروه، يشريو رابعه كل خميس بلا متاويه، ويديروا هاد الداد ويطلقوه الخميس، راه ريحتو زوينه. و ديري الصباح الوقت اللي تدخلي تحلي صالونك، توكلي على الله، تلقي سورة البقرة وديري هو الخميس تكون عندك شي بوطة صغيرة وديريه.
نديرو نحطو على ديك البوطه ونخليه قريب للباب، وراه بالتجريب الدا ديال هدا تجيب كل الرزق من كل بلاد. يلا والسلام عليكم، وعواشركم مبروكه ورمضان سعيد، وتنحب اللي تيحبني وتنحب حتى اللي تيكرهني، والله يهديكم. هادشي اللي غنقول لكم.